كريم اولي ناتشورال وايت هو واحد من اشهر كريمات التفتيح على مستوى العالم، واكيد كتير منكم جربوه واستخدموه، لكن ممكن تكونوا لاحظتوا ان مفعوله في التفتيح مش فعال قوي. هقول لكم النهارده باذن الله على الطريقه الصحيحه اللي تخليكم فعلا تستفيدوا من كريم اولي ناتشورال وايت. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معاكم دكتور عصام شومان. في البدايه ما تنسوش تدونا لايك وتعملوا شير للفيديو ده مع كل اصدقائكم، واكيد تشتركوا في قناتنا هنا على اليوتيوب وتفعلوا كمان جرس التنبيهات عشان تتابعوا كل فيديوهاتنا الجايه باذن الله. كريم اولي ناتشورال وايت بيعتمد في التفتيح على ماده اسمها نياسيناميد. ماده النياسيناميد دي بتفتح البشره عن طريق ان هي بتمنع انتقال صبغه الميلانين من الخلايا والمصانع اللي بتصنعها داخل الجلد اللي اسمها خلايا الميلانوسايتس، بتمنع انتقالها لسطح الجلد. المفروض الصبغه دي بعد ما تتخلق وتتصنع بتنتقل لسطح الجلد عن طريق حويصلات بنسميها ميلانوزومز. الميلانوزومز دي بتنقل الصبغه لسطح الجلد، وصبغة الميلانين بعد كده بتتثبت على سطح الجلد وبيبدأ يظهر اللون بتاعها على سطح الجلد. مادة النياسيناميد بتعمل انهيبيشن او منع للميلانوزومز دي ان هي تطلع فوق لسطح الجلد وان هي توزع صبغة الميلانين على سطح الجلد، وبالتالي مع الوقت الجلد بيبدأ يتفتح. ولكن في نقطتين مهمين في مادة النياسيناميد. اول نقطة ان هي بالرغم من فعاليتها دي الا ان هي مش مفتحة قوية، بمعنى ان هي مش هتوصل لدرجة ان هي تفتح حالات كلف مثلا او اثار او بقع او حالات تصبغات قوية. هي ممكن فعلا تبقى مفيدة في تفتيح وتوحيد البشرة في الحالات البسيطة، يعني مثلا الاسمرار اللي بيحصل بعد التعرض للشمس، خصوصا طبعا احنا في فترة الصيف ولما بنروح للمصايف وزي كده بنتعرض للشمس وبشرتنا بتسمر، ففعلا استخدام مادة النياسيناميد هيكون مفيد في تفتيح البشرة في الحالات اللي زي كده. النقطة التانية ان عشان مادة النياسيناميد تفيدك في تفتيح البشرة لابد ان هي تكون بتركيز 5% او اكتر. المشكلة بقى ان اولي ناتشورال وايت تركيز مادة النياسيناميد فيه 4% او اقل، فعشان كده معظم اللي استخدموه فعلا ما لاحظوش منه نتائج حلوه قوي في موضوع التفتيح. طب نعمل ايه عشان نستخدمه بطريقه تزود من فعاليته ونحس فعلا بنتيجه منه في تفتيح البشره؟ ابحاث كتير اتعملت على استخدام ماده النياسيناميد مع ماده التريتينوين اثبتت ان احنا لما بنستخدمهم مع بعض مفعولهم في التفتيح بيكون كويس جدا. طيب ماده التريتينوين دي موجوده في ايه؟ موجوده في كريمات كتير زي ريتين اي، زي اكريتين، زي افوتين اي، وغيرها من الكريمات. طيب نستخدمهم مع بعض ازاي؟ هناخد كميات متساوية على طرف صبعنا من الأولي ناتشورال وايت ومن الأكريتين مثلا، ويكونوا كميات بسيطة ما تكتريش، وتدهنيهم على بشرتك بالكامل ما عدا طبعا منطقة مدار العين وحول الفم. الكلام ده هتعمليه كل يوم بالليل، أما الصبح فهتستخدمي كريم أولي ناتشورال وايت لوحده. تمام، عرفت الطريقة؟ يبقى بالليل هنستخدم أولي ناتشورال وايت مع الأكريتين، هنخلطهم كده على طرف صبعنا، والصبح هنستخدم الأولي ناتشورال وايت لوحده. بس لازم تاخدي بالك من حاجات مهمة. أول حاجة، ما ينفعش طبعا اللي احنا نستخدم الحاجات دي أثناء الحمل، لأن مادة التريتينوين دي مشتقة من مشتقات فيتامين A، وبالتالي ممنوع اللي احنا نستخدمها أثناء الحمل. كمان لو انت هتتعرضي للشمس الصبح لازم تستخدمي واقي من الشمس بحماية عالية. هتقولي لي طب ده الأولي ناتشورال وايت كريم النهار بيحتوي بالفعل على SPF أو بيحتوي على حماية من الشمس. هقول لك أيوه، ولكنها حماية ضعيفة SPF 20 بس، وده ما يكفيش. احنا محتاجين واقي من الشمس يكون معامل الحماية فيه SPF 50 مش أقل من كده. فلازم تستخدمي واقي من الشمس إذا كنت هتخرجي من البيت وهتتعرضي للشمس، دي حاجة أساسية. طيب هنستمر على الطريقة دي قد إيه يا دكتور؟ هنستمر على حسب الحالة، ممكن حالة يكفينا شهر واحد، ممكن حالة نحتاج إن احنا نكمل لشهرين، ممكن أكتر. عموما الكريمات دي كريمات آمنة ومفيش منها مشاكل طالما مفيش حمل. طالما مفيش حمل الكريمات آمنة ونقدر حتى إن احنا نستخدمها لفترة طويلة، مفيش أي مشكلة بالمرة. فجربي الطريقة دي، جربيها لو أنت عندك اسمرار من الشمس مثلا أو اسمرار بسيط في بشرتك، جربي الطريقة اللي أنا قلت لك عليها دي. ولما تجربيها قولنا عن تجربتك في التعليقات تحت الفيديو عشان نستفيد كلنا بإذن الله. في النهاية بشكركم جدا على المتابعة ونشوفكم دايما على خير بإذن الله. في أمان الله.